يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه، البيت بيتكم. هو فنون بقى هتشوفه من جوه يا حبيبي، بس الصبح. هو انت جيت هنا قبل كده؟ اه. وجيت هنا ان شاء الله ليه؟ هو حضرتك ناسيه انه كان بيشتغل مع بابي؟ والنبي يا اختي ما تجيبي لي سيره ابوكي، قال انا خايفه لحسن نبص نلاقيه طابب علينا هنا هو والغيطه اخوكي. ما تقلقيش ياما. اقعد يا بابلو، انت شكلك تعبان قوي. لا وكان عايز يسوق. خلاص ياما، ما انا سمعت كلامك وركنت العربيه باللي فيها وجينا مع ندى. ربك يستر بقى. بابلو ما تخافش من الجراج اللي احنا ركننا فيه، ده الجراج بتاع الكوافير بتاعي، وكل السياس اللي هناك اعرفهم جدعان جدا. ما بقاش في حد يتضمن. طيب انا هطلب اكل، تحبوا تاكلوا ايه؟ لا ما تطلبيش حاجه، مش عايزين حد من الجيران يحس بينا. احنا لو احتاجنا حاجه نروح نجيبها بنفسنا من غير ما حد يقطع علينا. انا هروح بسرعه، ما حدش هيحس بيا. خلاص يا ندى، ما حدش فينا ليه نفس. يا سلام. طب وجرحك ودواك والواد الغلبان ده اللي ما حطش في بقه لقمه من صباحيه ربنا؟ بابلو انا هروح اجيب اكل ومش هخلي حد يشوفني. استنى. ده مازن. يا لهوي، مش قلت لكم ان انا خايفه؟ هو مستحيل يكون جاي هنا علشاننا على فكره. يا سلام، امال يعني جاي هنا صدفه؟ شكله كده عشان ما فيش معاه رجال. طب وبعدين يا بابلو؟ بلاش يا بابلو. لا يا سيد لا. تعالي يا حبيبتي ادخلي. الاستراحة دي بقى أكتر مكان ممكن نستخبى فيه براحتنا. رازمن يا، أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت اللي بتعمل إيه هنا؟ لا ده طبيعي أكون موجود هنا، الشاليه بتاعنا براحتي يعني. إنما الواد ده إيه اللي جابه هنا؟ فوقي كلامك، أنت بطولك دلوقتي وأنا اللي معايا السلاح. يعني ممكن أفضي فيك. لا يا بابلو عشان خاطري. ما أنت تحل عليه ولا إيه؟ يلا حبيبي أنا قدامك أهو يضرب. لو فاكر اللي في جنبك هينفعك تبقى عبيط. عشان قبل ما تلمسه هتكون ميت. مع الهادي كده طلع الحته وارميها قدامي. حق، وانت برضه اللي ماسك السلاح. اتنطط براحتك. بس اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت بتترمي بره المستشفى. لو ليك الهوا نزله عشان اثبت لك ان الكارفه بتاعتك دي مش هتأثر. وساعتها انت ونصيبك، يا عايش يا ميت. دي حاجة ما اضمنهاش. تحب تجرب؟ يلا حبيبي جرب. طيب يا مازن حرام عليك.